طب جمالك الحلو ده عمل لك مشاكل قد ايه؟ لا مشاكل كتير. ما هو اصل في ناس بتتصور انك انت اسعد واحده في الدنيا وانك انت ما عندكيش مشاكل وانك انت يعني عايزه ايه اكتر من اللي انت فيه، ما انت ممثله وكويسه ومتجوزه راجل معرفش ايه وعندك ايه، هتعوز ايه تاني؟ انما ما بيفكروش انت انسانه محتاجه لايه فينقوا عليك النقه. بسم الله اكبر. تقولي لي بسم الله ما شاء الله، ما تبصليش بقى تقعدي شوف ايه اللي مدفوع فيه. ويقول لك مرات ان العين او الحسد اقوى من اي حاجه تانية. بتؤمني بالحسد يا يسرى؟ اه طبعا، ده مذكور في القران. طب في ايه تاني؟ والسحر مذكور في القران. طب والسحر اخباره ايه مع يسرى؟ والسحر مذكور في القران، مش في يعني ايات قرانيه مفصله بتقول ان فعلا في سحر وفعلا في حسد وفعلا في ناس بتفرق بين المرء وزوجه، وفي يعني في اساسيات المفروض ان احنا ما نعيش عليها، لكن ايماننا يكون اقوى منها بكتير لانها مهما كان برضو هتبقى مؤقته. يعني يسرى احنا اتقابلنا في بيت الله الجميل. بيت الله الجميل. وانا كنت قريبه منك جدا لان كنت طول عمرك قريبه. يعني انا قريبه منك في مصر، لكن قريبه لا منك هناك ولا يسرى دي مواظبه على حتى الفجر بتسهر لغايه عشان طبعا. تنزل وتقعد وتفتح القران وتقعد تقرا في قلبي. يعني الناس كده. دي انا نفسي يعني نفسي اقول ده للناس، لان الناس ما راحتش معانا الحته دي او ما انت عارفه. هقول لك حاجه، يمكن الناس ما بتفهمش الحته اللي فينا ان احنا ممكن نكون قريبين جدا من ربنا وبرده وبرده ممكن نكون بنمثل، يعني عشان بيتصورنا بالظبط وممكن نلبس عريان وممكن نحط مكياج وممكن، بس مش ممكن نخرب بيت، بس مش ممكن نتكلم على حد بالزبط. بس مش ممكن نعمل مبيقات اكبر من اللي هم شايفينها، السطحيات دي الشكليات هم مرات يحكموا علينا كشكل بس ما بيحكموش علينا من جوه.